السلام عليكم خالتي، شكرا ان شاء الله تكونوا لاباس. عندنا اليوم اي دروب قوي مهم جدا جدا. قبل بداية الفيديو نصلي على المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد على اله وصحبه اجمعين. اي دروب هذا اولا درتكم كما تشاهدون هنا على محفظة بينانس، العملة الواحدة تساوي 510 دولار كما تلاحظوا. اسم العملة إليف إل 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 في، هذا هو الآي دروب كما تلاحظوا، هو نفس سعر الذي كما تلاحظوا، هذا هو نفس السعر 510 دولار. العملة هذه خاصة بالألعاب تابعة إلى بلوك تشين NFT. العلم NFT هذه هي عملة وأيضا عقود ذكية لشراء مثلا ألعاب وأمور مثل هذه كما تلاحظوا. عندكم هنايا، هنا لازم هنا الاي دروب الخاص بهم كما تلاحظوا مرتبطة مع فينوس سمارت تشين. رابط العقد سوف تجدون اسفل الفيديو. انا سوف اسحب هذه العملة وارى كم يعطينا، ما على باليش انا شحال. اروح لتريس والات، هذه العملة العقد هذا هو، نذهب إلى هنا نضع الرابط هنا هكذا ونضغط كما تشاهدوا، نضغط هنايا يأتينا موقع، نضغط هنا كلايم هكذا، ثم تضغط هنا عن اي دروب. طلب منا 0.90 سنت، نضغط ابروف اعطانا 0.1 من العملة هذه. هنا تضع رابط المحفظة الخاص بك تاع سمارت تشين، وتضغط هنا على جيت ريفيرال لينك، وتشارك الرابط مع الأصدقاء. كل إحالة يعطيك 0.1 من هذه العملة، وريفيرال نو ريفيرال ليميت يعني بدون نهاية. هنا التحق بهم على المواقع الخاصة بهم، الميديوم تضغط فولو، لو ذهبنا المهم ما طولش عليكم الفيديو كما تلاحظوا. هنا تلتحق بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التليجرام، ميديوم، تويتر، والإيديت الإيديت، هذا كل ما في الأمر. تسحب العملة تاعك وتنتظر، مازال 12 يوم و9 ساعات وسوف تصل العملة إلى المحفظة الخاصة بك. كما قلت لكم العملة هذه تساوي 510 دولار القطعة الواحدة. وبعد ذلك إذا أردت أن تقوم بالتداول عبر هذه العملة على هنا كما تلاحظوا، تقوم بالتداول أو اسمه كاستينج
يوجد الاي دروب، وهنايا يوجد المحفظة بين سمارت شين. تراد هنا تختار اسكو الاي او اس ابل، يعني عنده الايفون او طابلات او ولا اندرويد. هنا تيليجرام خاص بهم، هنا تويتر تكون مابوني، هنا الفيسبوك. اي دروب عنده بدا في 22 ربط لاق سوف تجد من أسفل الفيديو. كان هذا هو الشرح خاوتي الأعزاء، نظن فهمتوا كيفاش الطريقة، طريقة سهلة جدا. المهم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.